في مثل هذا اليوم من كل عام تحتفي مصر بيوم الشهيد، وفي هذا اليوم يتذكر المصريون تضحيات شهدائنا الأبرار من أجل هذا الوطن وترابه. يقول لي يا ماما انا ما متش، انا اترقيت. حضن ولف بي زي ما كان بيقول لي ده اخر حضني. حتى الدموع متلخبطه. بيقول لي انا عايزك تطلعي دكتوره. في دمع نزلان زارته. كان على يقين ان هو هيستشفى. بتقول ميت مليون تحيه. لازم ناخد حقه ولازم نكمل. مع شايلة حزنها مش قادرة تنزل من عيني. التمن ده اللي هو دم وروح قدم عشان الدولة دي تبقى دولة. ودايما كنا بنفكر في فكرة واحدة بس، ان الارهاب لازم يموت دلوقتي وبايدينا وتحت رجلينا عشان ما يتنقلش لأي مكان. تسعة مارس يوم الشهيد والمحارب القديم، عطاء وخلود.